أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل لا بد من غياب قرص الشمس حتى يخرج الحاج من عرفة إلى مزدلفة؟ هل لا بد إيش؟ هل لا بد من غياب قرص الشمس؟ إيه نعم، لا بد أن يسقط القرص في الأفق ولا يبقى منه شيء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استحكم الغروب دفع عليه الصلاة والسلام. نعم، فلا فيه وقت، إذا أنه بدأ القرص يغيب بلحظة ينتهي. نعم، لأنها تمشي الشمس تسير. نعم.